ماما معايا مزيان باش تعرفوا السبب علاش ما كنصورش لكم فيديوهات، علاش حبست. حيت فريمون واحد الصداع دابا راه الشراج مسدودين. ها نتوما يلا حبسوا لي ماشين دابا عاوتاني غيبدا. وراه واحد الصداع، واحد الصداع لا يحتمل. كتار من هكا كيكون هذا ديال الطابيسري، منين غيبدا الصدور وتسمعوا الصداع ديال بصح كيتردوا. المهم انا لهذا السبب ما كنصورش فيديوهات هاد الايامات. فوالا سمعتو، خليو ديك باق 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 اللي كتسمع من 9 الصباح حتى الليل. صافي حتى الليل حتى كنقولو غنعسو وباقي الصداع وباقي الروينه. هادشي علاش ما كنصورش لكم فيديوهات بزاف، هادشي علاش شحال هادي ما حطيت في اليوتيوب، حيت فريمون تقهرت. كنبقى نصور فيديو، كنبقى نعاود الصوت، كنبقى كل مره نقاد. شنو نقول لكم، كنبغي نصور بالفوا اوف بزاف عليا، الفيديوهات كاملين نصورهم بالفوا اوف. صافي صراحه ما بقاش عاجبني الحال اصلا هنايا في الدار، لان بزاف صداع اكثر من القياس، صداع كثير كثير كثير. ها نتوما دخلت للدريسينغ هنا والشراج مسدودين وباقي صداع، صداع كثير لواحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش، واحد الدرجه ديال الجنون. يعني ما يتقبلها حتى شي واحد، لان البلاصه اللي حنا ساكنين فيها ديجا بلاصه عاديه، ماشي شعبيه بزاف وماشي كلام بزاف، وماشي حي صناعي، ماشي حي صناعي باش يكون فيها الصداع هذا. نورمالمون بحال هادشي خصو يكون في الحي الصناعي، ولكن ما عندنا ما نديرو، نقلبوا على شي حل نشوفوا شنو غنديروا، ما عندنا ما نديروا. المهم الفيديو ديالنا اليوم، السلام عليكم بعدا، كيف دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، الصراحه مشات لي المقدمه، مشات لي كلشي. اذا كنتو جداد على القناه واول مره تشوفوا هاد الكاميره هادي، ما تنساوش انكم تهبطوا لتحت وديروا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وديروا الكل. اليوم غنهضر لكم على واحد البرودوي، قررت ندير لكم فيديو واخا هاد الصداع هذا، لان الصداع ما كنتسنى زعما يكون شي نهار اللي غيتحبس فيه الصداع، حتى من نهار الحد كاين صداع. وديجا نهار الحد حنايا كنكونوا خارجين والسبت يعني الويكاند. شوفوا واش دارت ليا سيدي، خمجات ليا يدي بديك الحنه ديال الهنود، قالت لي ديري ليا الحنه، جيت ندير لها وسخت يدي كامله وعاد هي قالت لك كتخمج ليا. ايوا المهم ما عرفتش ندير، غنصور لكم واخا خاصة ما عرفتش، نشوف في المونتاج كيفاش ندير له. جيت نهضر لكم على واحد البرودوي. ديجا البنات اللي كيقولوا لي شنو كدير لوجهك، ولا في واحد اللي كلا زوين كدا كدا كدا، من بعد غنشارك معكم لي برودوي ديال الوجه. باقي تنجرب واحد لاكام، اذا مشات على هكا راه غادي نشارك معكم. عجبتني غنشارك معكم، المهم في الاخر ملي غنكملها عجبني غادي نشارك معكم، ما عجبنيش غادي نشارك معكم الراي ديالي فيه. اون توكا اليوم غادي نهضر لكم على واحد البرودوي اللي داير الضجه، اللي داير بوم، اللي داير البوز هاد اليامات، اللي هو سيروم ديال الشعر اللي كيتخدم بالبلاك. انا عندي هاد البلاك هادي غير عاديه، راه ماشي شي ماركه ماركه، غنشارك معكم. ما قلتش حتى على سميتها، قلت تبحث ليها السميه، سنين هي عندي، سنين سنين دوزت عندي، حيت انا ما كنخدمش شعري بالبلاك باش ما نكذبش عليكم. انا شعري دابا راه بدات يتعالج الا شفتوه بسبب هاد السيروم هذا، ولكن شعري انا راه ما كنخدموش بالبلاك نهائيا. شنو كندير بالبلاك؟ كتبان لكم بنيره ولا قديمه مسكينه، سنين وهي عندي ملي الله وقيله تزوج بعدا دابا 8 سنين ولا ما عرفتش شحال هي عندي. البلاك كندير بها غير لي زونغل التحتانيين، ملي كنبغي شعري يجي لوايا ما يكونش سامبل من التحت، كنطيب حتى كنطيب بروشينغ سيشوار. سيشوار عندي هاد لا مارك هذا، وعندي هاد لا مارك هادي عاوتاني يلا خدالي عندي هادا غير مؤخرا الحق تنفضل هادا. وكنصايب شعري بالسيشوار، عاد البلاك تنصايب بيه غير دوك لي زونغ لي قلت ليكم التحتانيين، الا بغيت شعري ما يكونش سامبل. الا كنت غنطلق شعري ما تيعجبنيش يكون سامبل. الوغ اليوم هذا ماشي موضوعنا، الموضوع ديالنا المهم زعما شاركت معكم بلاك، راه ما تحتاجوش شي بلاك بروفيسيونيل ولا ما نعرف شنو، راه غير عاديه. هادي انا واقيلا كنت خديتها شي 300 درهم، شي حاجه بحال هكا ماشي غاليه. غنشارك معكم هذا البرودوي، هذا فيسوان ديال الكولاجين اللي داير البوز هاد اليامات، اللي داير ضجه ديال بصح. هاد فيسوان هذا ديال الكولاجين هير سيروم، فيه بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال الانواع. كاين هذا الزرق ديال الكولاجين، كاين ديال الكيراتين، كاين ديال البروتين،
بروتين. انا خديت هذا ديال الكولاجين صراحه عجبني عجبني بزاف، حبيته وتغرمت فيه. كملت القرعه الاولى جا ليا مع شعري بزاف بزاف، راه قلت لكم شعري بدا كيتصلح، هانتوما شوفوا الصبغه دابا راه ماشي مصايب 100%، راه غير توشينغ غير نشفتو ماشي مصايبه بالسيشوار. هذا الحب اللي عندها شعرها ناشف بحال شعري وشعرها داير هكا بحال شعري وفيه دوك التدرجات، وكتغسل في الدار كدوش يعني اولا كتمشي للحمام وما كتلقاش الحل، ها هو الحل اختي بين يديك. هذا البنات خديته قلت حيت شفتو داير داك البوز كله قلت غنجرب يا ربحه يا ذبحه كيف ما كنقولوا. خديت هذا السيروم، هذا خديت القرعه الاولانيه، ما شاركتش معكم الرياكسيون ديالي من جيتو ولا الراي ديالي ولا ردت الفعل ديالي، ما شاركتهاش معكم. ديك الساعه كنت عندي بزاف ديال الحاجات كنقدم انا وعادل، كنقدو شي امور ديال حياتنا غنعاودو بزاف الحاجات، ما كنتش كنصور دي فيديو على حساب الصداع اللي كتسمعوا فيه دابا. المهم دابا القرعه الاولى الصراحه انا كنزقح منه ديال بصح، حيتاش علاش انا شعري تبارك الله قوي، شعري قوي سورتو شعري ملي كيكون يلاه مدوشه ونشفو غير السيشوار كيكون فيه واحد الفوليوم قوي بزاف، وعاد شعري تبارك الله طوال. هذه هي الاولى. ثاني حاجه هذا ملي انت تغسل الشعر طريقه الاستعمال راه مكتوبه فيه طريقه الاستعمال هنايا، ملي انت تغسل الشعر كتنشفيه غير بالسيشوار غير تنشيفه عاديه حتى ما كيبقاش يقطر بالماء، ولا كتنشفيه كتنشفيه مزيان بالفوطه حتى ما كيبقاش يقطر بالماء، وكتدهنيه بهذا السيروم هذا كتحاولي تدهنيه من الجذور حتى الاطراف كله عاد باش تخدميه بالسيشوار اولا بالبلاك على حسب انت والرغبه ديالك باش تخدمي شعرك. كيحمي الشعر من الحراره ديال السيشوار ولا ديال البلاك، كيحمي الشعر من الحراره ديالهم، وفي نفس الوقت كيغطي الضبه، وفي نفس الوقت من بعد واخا دوشي دابا انا واخا كندوش شعري ما كيبقاش داك الشعر اللي داير هكا كيولي بحال مسرح بحال دايره ليه توشين فوالا وي ماما انا جايه. المهم وموراها كندهن في شعري هذا السيروم هذا، وموراها كنسرحو عادي بشي شوار هكايا الا كنت خارجه هادشي كنشف عادي غير بالبروسه دغيا دغيا دغيا. والبلاك كيف ما قلت لكم انا ما كنصايبش بالبلاك غير لي زونغ التحتانيين، ولكن نورمالمون هذا راه صاحب هذا كيمشي مع البلاك، نورمالمون هو كيتخدم بالبلاك كيجي بحال الشكل ديال البروتين اولا بحال الشكل ديال الكيراتين. منين كتخدميه واحد المده لشعرك كل مره كدوشي فيها كتغسل الشعر كيولي شعرك بحال كيكون مغذي بهذا السيروم هذا، وما كيبقاش مازال يتقطف وما كيبقاش متدرب، كيتعالج كتعالج الضغبه. انا شعري حاليا راه قطعت منه واحد 4 سنتيم وتبارك الله راه زاد طوال، وكنحس بشعري ما بقاش بحال الاول ملي كندوش ما كيبقاش مازال داك مجعد بزاف وناشف بزاف فهمتوني. وين طلعتي ديري بونجور هاك يا سير. المهم هادشي اللي كاين، وقلت علاش لي ما نشاركوش مع البنات حيت بزاف ديال البنات كيسولوني في تيك توك شنو وليتي كديري شعرك، راكم عقلتوا على شعري كيفاش كان شي ايامات ما خليت ما درت ليه ما خليت وصفات ما خليت ماسكات. لا ماما لا لا هاكي ندير لك تيك ايوا لا يلا ما خليت ما درت ليه ما خليت خديت السيرومات ماركات ما الغالي رخيص. وبالنسبه للثمن ديالو رخيص بزاف بزاف بزاف، تقدروا تلقاوه ب 40 درهم تقدروا تلقاوه ب 30 درهم تقدروا تلقاوه ب 60 درهم، هذا هو الثمن، هذا هو الماكسيموم اللي تقدروا تلقاوه به، يعني تقدروا تلقاوه اقل من هذا الثمن اللي قلت لكم دابا، ما بين 60 درهم و 40 درهم و 30 درهم. ودوت على حسب مول المكياج على حسب المحل اللي كتقدي منه الطريقه باش كيبيع، ولا على حسب البلاصه اللي فيها المحل اللي كيبيع هذا السيروم هذا. هذا السيروم هذا انا كنشو بزاف ديال لي فيديو بزاف ديال مواقع التواصل الاجتماعي، وخديته من عند الاخ مصطفى تحيه ليه من هنايا. الصراحه كيعطي معلومات زوينين
وي ماما ياكار ميرسي درتي عجبتي في العرض وهادشي اللي كاين بغيت نشارك معكم قلت علاش لي ما نشاركش معكم تجربتي زوينه الصراحه وما غنستغناش عليه وما عمري ما غنفرط فيه وما عمري ما غنمشي مازال نصايب شعري في الصالونات حيت بغيمو انا كنلاحظها منين كنصاوب شعري غير في الدار واخا كنت ما كندير ليه حتى شي حاجه كان انا كنعرف كيفاش شعري كيتصايب ولا كنعرف شحال د الحراره كيخص شعري كنعرف نقص السيشوار صالون لا صالون راه الزغبه كتحرق فريمون كيحطوا السيشوار فوق من البروطه كتحرق الزغبه وكيتقصف الشعر وكيتضرر المهم انا شاركت معكم تجربتي مع هذا السيروم هذا غير خذوه والله العظيم ما غتندموا غزال 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 كيف ما قلت لكم شنو نقول لكم راه اللي قلت لكم عليه ما غاديش نوفي حقه الصراحه انا الصراحه ارتحيت والله العظيم ارتحيت من جيت شعل شوفوا العكار بي وريهم كريمات شلي ولات كدير كريمات دي بونجور بونجور قولي ليهم ان تي تخوا كوا كاتر تا سان سات سيت سات سات ويت ويت ناف تيس المهم هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم تهلاو لي فراسكم وحاليا غنمشي واقيلا ندير لايف في التيك توك نتمنى نسمعكم شويه في التيك توك بالنسبه لي برودوي اللي كندير وجهي عندي واحد لاغام ديال واحد الماركه حتى هي دايره البوز حاليا باقا كنتيستيها واخا مازال ما ساليتش لي برودوي خصني تنسى لي برودوي حتى نسالي هذوك لي بواط كاملين اللي عندي عاد باش نعطيكم رايي فيها ونقول لكم واش كا ولا ما